أوقاتكم مكللة بالخير مشاهدي قناة العالم سوريا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة العالم سوريا، وأكيد حلقة جديدة من برنامج دامسكو بديت معكم هلأ بفقراتها المنوعة وضيوفة المميزين، وساعة من الوقت رح نقضيها معكم على أمل نقدم لكم فيها كل الفائدة والمتعة وكل ما هو جديد بحياة السوريين والشارع السوري. يسعد لي أوقاتك يا شباب. يسعد لي أوقاتك بشار، كيفك اليوم؟ تمام ماشي الحال إن شاء الله، دائما ضل بخير، ويسعد أوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشتكم شاشة قناة العالم سوريا ببرنامج دامسكو. مثل ما حكى بشار، ضيوف مميزين وفقرات مميزة رح نحكي فيها لليوم، بس حنبلشها بالعناوين. بمحطتنا الأولى لحلقة اليوم رح نتعرف على طرق الغذاء السليم والمناسب لمرحلة المراهقة، ورح يكون عنا وقفة مع تحضيرات الطلاب لفترة الامتحانات، والختام مع سماعة حكيم ودور التكنولوجيا في الطب. كفين معكم مشاهدينا بأولى فقراتنا الطبية. بيقولوا الجسم السليم بالغذاء السليم، كيف إذا كان بمرحلة حرجة شوي واللي هي مرحلة المراهقة، وهون الجسم بحاجة لكميات غذائية معينة لدعم النمو خلال هاي الفترة. أكيد شام، يعني اليوم مع مرحلة المراهقة بتخيل مرحلة كتير حساسة ومهمة بموضوع تغذية الجسم، بموضوع أعطاء العناصر الأساسية للمراهق ليقدر ينمو بشكل طبيعي وسليم ويأخذ كل الفوائد الغذائية اللي رح نتعرف عليها وعلى أهميتها مع اختصاصية التغذية باتيل المنصور اللي صارت معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، كيفكن؟ نورتينا. أهلا وسهلا فيكي، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. بخير الحمد لله. بداية باتيل، اليوم بينسوا الأهل أنه هي مرحلة حرجة وبحاجة دعم النمو، يعني هون بيتحدد الطول والوزن اللي رح يمشي عليه بعد المراهقة. أسس التغذية السليمة بدنا نعرفها منك. مثل ما قلتي بالمقدمة الحلوة شام، أنه نحن بهاي الفترة الأهل عادة بيوصلوا الولد لعمر 13 سنة، بعدين بينسوا أنه بيفكروا أنه بمرحلة الطفولة هي أهم مرحلة. هي أكيد الطفل من عمر 3 سنين ل 10 سنين هو مرحلة حرجة، الطفل لازم يكون عم ياخد كل الغذاء اللي هو بحاجة له، بس نحن عنا من وقت عم نحكي مراهقة، يعني من 13 ل 18 سنة هو العمر يلي الطفل، يعني نحن كتير لازم نكون عم نلحق الولد بأسلوب غذائه ونحن شو عم نقدم له، لأنه مثل ما قلتي هي مرحلة نمو، فنحن شو عم نقدم له هو مرحلة بناء للمستقبل. عم نعطيه أكل غلط فهو أكيد للأسف ممكن يكون عرضة لمشاكل أمراض كثيرة بالمستقبل، عم نعطيه غذاء جيد فنحن نكون عم نبني جسم سليم وإن شاء الله يعني أكيد بعيد عن الأمراض إن شاء الله. اليوم إذا بدنا نحكي عن الفئات العمرية وموضوع الحصول على الغذاء، شو الفئات يلي نحن عم نحكي عنها اليوم؟ شو العناصر الغذائية اللي بيحتاجوها كل فئة منهم؟ تمام. هلا مثل ما ذكرت، انا عندي بالعياده دائما بلتقى مع اهالي، صار في عنا وعي انه الاهالي عم بيجيبوا الاطفال اللي هن بدايه من 4 سنين 5 سنين لحتى نشوف اول شيء النمو عندهم طبيعي، اذا وزنهم بالنسبه لطولهم طبيعي، اذا طولهم بالنسبه لوزنهم طبيعي، لانه وقت نحن نشوف اذا في مشكله لازم يكون في تدخل غذائي واكيد مع طبيب الاطفال لحتى ندعم الطفل بالشيء اللي هو بحاجه له. هلا اذا بدنا نحكي عن المرحله العمريه، عم نحكي نحن إذا بدي حدد المراهقين مثل ما ذكرت من 13 ل 18 سنة، بس أنا دائما بقول يعني نحن لازم نبلش من قبل الطفل. أنا ما في فجأة أتذكر أنه هو بمرحلة بناء بدي إياه يطول الولد صير أعطيه الأكلات الصحية، يعني نحن لازم نبلش من هو وصغير، لازم يكون في دائما تقسيم للوجبات، يكون أكيد عم ياخذ العناصر الغذائية اللي هو بحاجة لها، أكيد ما يعني نتبع أسلوب الحرمان مع الطفل، بنفس الوقت ما نتبع أسلوب أنه المكافأة. دائما كثير صراحة بشوف هذا الشيء مع الأشخاص اللي حوالي، إنه الأكل هو دائما الشيء الأساسي مع الأطفال، إنه إذا إذا درست منيح فرح أعطيك مثلا شوكولا، إذا عملت هيك فهذا أسلوب المكافأة أكيد غلط. أما إذا بدي أرجع لسؤالك إنه شو هن أهم العناصر الغذائية بهي المرحلة، إذا بدنا نحكي دائما نحن كأخصائيين تغذية نحكي إنه العناصر الغذائية الشاملة الصحية بداية بالبروتينات. بهي المرحلة العمرية الطفل أو الولد أو المراهق بحاجة للبروتينات إن كان نباتية أو حيوانية، والسبب بيرجع إنه نحن نقوي العضلات والبناء
لحتى الجسم يكون قوي. بعدين نرجع للنشويات، هدول الشغلات الأساسية عم بحكي عنها. النشويات طبعا النشويات المعقدة اللي كمان طفل بحاجة لها كمصدر للطاقة، بالإضافة للدهون الصحية اللي نحن عم نحكي الطفل بهالمرحلة هو لسه عم بيروح على المدرسة، ذاكرة كتير ضرورية بحاجة لأنه يكون منيح بدروسه، فنحن هون كمان بحاجة لندعمه بالدهون الصحية الموجودة بالأسماك والمكسرات. دائما بنصح بهالفترة العمرية إذا في إمكانية بالأسبوع مرة على الأقل يتمرق حصة من الأسماك بهالفترة العمرية كتير مهم. أما إذا بدي أحكي عن الفيتامينات والمعادن طبعا كمان كتير مهم، عنا الكالسيوم، يعني نحن دائما بنسمع يمكن أول شيء شو الحليب. صحيح. الحليب بهالفترة العمرية كتير مهمة، حتى أهم بشار من الفترة اللي بتكون بالطفولة. يعني صحيح. طفل لعمر 13 سنة ممكن هو بحاجة ل 1000 ميلي جرام من الحليب، من 13 ل 18 سنة هو بحاجة ل 1300 ميلي جرام، يعني نحن عم نحكي تقريبا 4 حصص من مشتقات الحليب والأجبان. تمام. فنحن هون كتير ضروري أنه نكون عم ندعم الطفل بهدول العناصر الغذائية. باتيل، قديش اليوم الرياضة مهمة بهالوقت بهالفترة؟ هي الرياضة بكل المراحل العمرية مثل العادة هي من شغلات الأساسية لازم الطفل يكون موجود. يعني نحن بتشوف الأم شو النشاطات الطفل اللي عم بيلاقي حاله مبسوط فيها. طبعا برجع بقول يعني هي الأم رح تكون المتابعة الأولى للولد بهالفترة العمرية وتكون مثل رفيق للولد، لأنه الطفل بهالعمر بيكون لسه بمرحلة هو مو عارفان شو بده، بصير بده يطلع عن شغلات اللي هو كان أصغر أنه يعملها، ما عاد رح يشرب حليب، ما عاد رح ياكل اكل صحي. صرت كبير وما عم بيمشي عليه، بشوف رفقاته شو عم يعملوا على اساسه، فهون المتابعه كثير ضروريه. انواع الرياضه بكل انواعها بهالمرحله شو ما كانت مهمه، ان كان الباسكت الفوتبول او السباحه او اي نوع رياضه الطفل اختاره، ما عندنا مشكله، مهم يكون في حركه، يكون في حرق، لانه بهي المرحله العمريه خاصه هلا عم نشوف كل الاطفال قاعدين طول الوقت ورا الموبايلات والشاشات. صحيح. لانه هذا الشيء مو بس عم بياثر سلبا على الجسم، عم بياثر على الادراك العقلي والقدرات العقليه، يعني فعم بيكون تاثيره سلبي على كثير شغلات. تماما. اليوم اذا بدنا نروح لموضوع فقر الدم او الامراض اللي بتظهر نتيجه تبدل هرمونات والى ما هنالك بهي الفتره، اليوم انا كيف بدي نسق او امشي بشكل صحيح مع هاي التبدلات وهي المشاكل وبين اني اعطي غذاء مناسب للمراهق؟ تمام. فقر الدم بهي العمر بشار كثير رائج، يعني بيصير نحن بنلاقي كثير طفل، تجي الام الطفل ما له حال يتحرك، في شحوب دائم تحت العينين، هذا الشيء نحن ممكن نلاقيه لانه الطفل بيكون غذائه فقير بالعناصر الغذائيه. نرجع هون غير الكالسيوم اللي ذكرته، عندي الحديد، البروتينات اللي ذكرتها ان كان بروتينات الحيوانيه او النباتيه. الحديد لحتى يمتص بشكل جيد، الطفل بهالعمر مثل ما ذكرت بيصير بيشرب قهوه، ببلش يشرب قهوه. صحيح. مثلا شاي، هدول كلهم بياثروا على امتصاص الحديد، فنحن هون كثير ضروري يكون الاكل كمان مدعم بالفيتامين سي. يعني اذا بدنا نرجع، الفيتامين سي كمان من العناصر الضروريه بهي المرحله العمريه. فيتامين سي مثل ما ذكرت بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو انا برايي موجود بشكل اساسي بغذاء الطفل، اذا كان طبعا غذائه صحي، ان كان الفلفل الخضراء الحمراء، البروكولي، الفريز اللي هلا موجود، كل الخضار الورقيه. فمثل ما ذكرت هو موضوع ما انه صعب، بس لكن لازم يكون في متابعه. اما بالنسبه للحديد، اكيد اذا كان الموضوع كثير عملنا تحاليل وشفنا الطفل عنده نقص كثير شديد، ديفيشنسي كبير، فنحن هون اكيد لازم مع استشاره الطبيب ندعمه بالمكملات الخاصه له. تماما. بعتيل، لنفترض كان الغذاء سيء المجمل، كان في مقالي، كان في شوكولا، كان في شيبسات وكل هاي الاشياء، شو الامراض اللي لا سمح الله ممكن يتعرض لها الطفل او المراهق؟ طبعا نحن بهي الفتره العمريه غير طبعا الغذاء له دور، وطبعا الباك جراوند العائلي، يعني نحن دائما بنشوف التاريخ العائلي، وقت يكون في عندنا مشاكل سكري او مشاكل ثانيه لازم دائما نحن لسه ناخذ بعين الاعتبار اكثر، لانه الطفل ممكن يكون معرض اول شيء لمقاومه الانسولين بهي المرحله العمريه اذا كان نظامه الغذائي سيء. وقت الطفل عم يصير في عنده بدانه درجه اولى وثانيه، عم بشوف هذا الشيء بكثره بالعيادات، هذا الشيء بيأثر لكثير شغلات بالمستقبل، ممكن يأثر على الطول، على النمو، على المشاكل الهرمونية مثل ما ذكرتي. بما أنه نحن بفترة عمرية الطفل لسه الجسم ما هو مكون وفي عنا مشاكل هرمونية متكررة، فنحن هون كثير ضروري أنه نكون عم نتابع الطفل
ويعني ما نستهين بهي الفترة العمرية. تماماً. بدي أحكي شوي عن موضوع المكملات اليوم. صح. ذكرنا مصادر طبيعية، ولكن بعض الأمهات بيلجأوا لموضوع المكملات اللي بناخدها من الصيدليات وإلى ما هنالك. قديش هذا الشيء صحيح؟ إيمتى أنا بوصل لهي المرحلة؟ هل هو نتيجة إنه أنا ما عم بعطيه مكملات طبيعية أو لا؟ نحن بحاجة رغم الغذاء السليم إنه ياخذ مكملات. تمام، كثير سؤال ضروري وكثير بينطرح بشكل دائم، لأنه المكملات يعني أنا برأيي الأم هي وقت تشوف الطفل هو ما عم يأكل، حتى لو هي عم بتحاول ما عم تلحق تعطيه كل الشغلات اللي نحن حكينا عنها، أو الطفل دائما بحالة تعبانة عم بيأثر بدراسته، فهون نحن أكيد لازم نلجأ للمكملات. أو الطفل مثلا طبيعته هو ما عنده شهية، هذا الشيء كمان بيرجع لطبيعة الطفل أو كمان للوراثة، فهذا الشيء نحن هون لازم يكون في تدخل للمكملات. اما الشيء الشائع اللي دائما بنشوفه، دائما الامهات بتعطي مكملات بشكل عشوائي، كثير من الاحيان الطفل ما بيكون بحاجه لها، يعني مثل ما ذكرت الفيتامين سي بشكل طبيعي هو بيقدر ياخذها اذا اخذ مثلا فليفله بالساندويشه، او مثلا اذا اخذ حبتين فريز اخذ كل الاحتياجات تبعه، فنحن ليش حتى نعطيه شيء جاهز بنفس الوقت هو ما له بحاجه له؟ اكيد رح يكون في له تاثير سلبي بالمستقبل. الزياده بهذا الموضوع قديش بتاثر؟ يعني نحن حتى الكبار وقت ناخذ مكملات او فيتامينات او الى ما هنالك بصير عندنا ردات فعل من الجسم. صح. دوخه، وهن حتى ببعض الاوقات. صح. قديش هذا الشيء كمان ممكن يكون موجود؟ حتى ممكن يوصل للسميه، يعني في نحن كل دواء في له توكسيسيتي، يعني انا عم باخذ فيتامين دي انا ماني بحاجه له، حللت كانت مثلا خلينا نقول النسب طبيعيه جدا، انا عم باخذ فيتامين دي بشكل مستمر، هذا اكيد رح يكون له تاثير سلبي مثل ما ذكرت، يعني ممكن يعمل سميه بالجسم. تمام. فنحن يعني ما في داعي انه ناخذ شغلات عشوائيه، بس الشغلات اللي ذكرت عنها بمجرد ما هي موجوده، ان كان فيتامين سي، الكالسيوم، الاوميجا، الدهون الصحيه، عم نحكي عن زنك والمغنيسيوم والحديد مثل ما ذكرت مشان موضوع فقر الدم، هن اهم العناصر الغذائيه اللي هالطفل لازم بهي المرحله العمريه نتابعه بشكل مستمر، وقد ما فينا نلجا للمصادر الطبيعيه. تمام. اليوم مثل ما ذكرت حضرتك بتلاقي كثير بالعياده اليوم حالات سمنه، حالات. صح. بدانه، وايضا حالات كثير نحافه. صح. يعني أكيد. يا بتلاقي المراهق اليوم كتير سمين، يا بتلاقي كتير نحيف. اليوم طبعا بتأثر على كتير مشاكل مثل ما ذكرتي، وأيضا على حالته النفسية. صح. هل بهالفترة قديش مهم يستعيد وزنه الطبيعي؟ تمام. يسمن إذا كان نحيف، يا ينحف إذا كان سمين، قديش مهم بهالفترة نحن نشتغل على هذا الموضوع كأهل؟ الموضوع كتير مهم، خاصة بموضوع الحالة النفسية للطفل، لأنه مثل ما ذكرتي بيصير الطفل ما عاد عنده ثقة بحاله، بينفصل عن رفقاته، إن كان عنده زيادة وزن أو حتى النحافة اللي ذكرتيها اللي كمان بلاقيها كتير، اللي كمان موضوع كتير موجود، نحن كمان لازم ندور عن الأسباب الأساسية لهذا الموضوع. فإذا بدي أرجع لسؤالك، أكيد لازم يكون في متابعة، إن كان مع أخصائيين تغذية أو مع الأهل بحد ذاتهم. يعني أنا دائما بقول الأهل هن الانعكاس الأول للطفل، يعني الأم هي شو عم تعمل الطفل رح يكون المؤلد الأول لها، فكتير ضروري إنه الطفل دائما يكون ضمن هذا الجو الصحي لحتى الطفل يضل نفسيا منيح صحيا وما يعاني من مشاكل صحية. أكيد. بدي روحك بدقائق الأخيرة لموضوع الحصول على حصص المي والسوائل بالجسم بالنسبة للمراهقين، قديش شو هي أهميتها الوقت أو بالحصص اليومية وكيف نقدر ناخذها؟ طبعا كتير مهمة، وخاصة بهالمرحلة العمرية بيصير في كتير بثور على الجلد، بيصير في عنده بيطلع حبوب للطفل، فنحن هون من الأساسيات، طبعا أساس هذا المشكلة أكيد مشاكل هرمونية أو بالإضافة نوعية الأكل السيء، فنحن هون كتير ضروري نكون عم الطفل عم ياخد كميات وافرة من المي، ما نعوضهم بالعصير اللي كله سكر أو الملونات أو الشاي أو القهوة، هدول لا يعتبروا حصص مي. حصص المي هي حصة المي اللي مفروض أي طفل ياخذها تقريبا بين 8 إلى 10 كاسات، هيك نحن بنكون تقريبا غطينا الطفل شو بحاجه له بفتره العمريه تبعه. يعني باتيل بدنا نشكرك، دائما بتعطينا معلومات مفيده وقيمه، وقديش يعني مهم بهالفتره نحن نهتم باطفالنا. صح. واولادنا اكيد، لانه ممكن يصير صعب الموضوع لبعدين. بعد فتره المراقبه بدنا نشكرك كثير. شكرا لكم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. ورح ننتقل نحن والمشاهدين ايضا من المراهقه لسن الشيخوخه، لنتعرف اليوم مشاهدينا على صله الوصل بين المشي السريع وتاخير مرحله او سن الشيخوخه بالنسبه لكبار السن.
كل هاي التفاصيل رح نعرفها بالتقرير القادم، خلينا نتابع سوا. الصلة بين المشي السريع وبطء الشيخوخة. دراسة مهمة تكشف أن سرعة المشي يمكن أن تعطي مؤشرات على احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة أو الشيخوخة غير الصحية. يستمر البحث في إظهار الطرق التي تمكننا من اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً ومقاومة لبعض آثار الشيخوخة، بما يشمل ظهور تلف القلب وفقدان الذاكرة والضعف الإدراكي. توصلت دراسة جديدة إلى العلاقة بين وتيرة المشي والعمر البيولوجي، واستخدمت الدراسة مجموعة كبيرة من البيانات الجينية لإظهار أن أولئك الذين يتحركون بسرعة أكبر يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة لفترة أطول، بحسب ما نشره موقع نيو أتلس. في عام 2019 اطلع الباحثون على دراسة مثيرة للاهتمام تبحث في الروابط بين سرعة المشي والصحة، لتكون 10 دقائق فقط من المشي السريع يومياً يمكن أن تزيد من متوسط العمر المتوقع للفرد بما يصل إلى 3 سنوات. وفي الدراسة الجديدة أوضح العلماء أن الفارق بين أولئك المصنفين على أنهم يمشون بسرعة وبطء كان فارقاً لمدة 16 عاماً وفقاً لطول التيلومير. فعند انقسام خلايانا تقصر التيلوميرات وتمنع الخلية في النهاية من الانقسام أكثر وتحولها إلى ما يعرف بالخلية الشائخة، ولهذا السبب يعتبر طول التيلومير علامة مفيدة لقياس العمر البيولوجي، فيما تشير النتائج إلى أن إجراءات مثل السرعات البطيئة المعتادة للمشي يمكن أن تكون طريقة بسيطة لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض مزمنة أو شيخوخة غير صحية، وربما تلعب كثافة النشاط دوراً مهماً في تحسين الحالة الصحية. كيفين معكم مشاهدينا ببرنامج دامسكو؟ بهالفترة بتبدأ امتحانات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وبيكتر الضغط من قبل الأهل على الطلاب، وكتير منسمع جملة ومدروس ما عاد تلحق، ما عاد في وقت يا بشار. صحيح شام، يعني هاي الجملة دائما كنا نسمعها من أهالينا، وكنا دائما يعني نسمع نظم وقتك، درس أول بأول، خذ وقتك بكل مادة وقسم وقتك صح. هاي التفاصيل كلها كانت حديث الأسرة من بداية التحضير للامتحان، أو يمكن من بداية العام الدراسي، ولكن بتزيد مع وصول فترة الامتحانات. كل هاي التفاصيل وأسئلة كثيرة اليوم رح نحكيها ونسألها للأستاذة والاختصاصية التربوية والتعليمية رولا بريمو، يلي صارت معنا ضمن استوديو دامسكو لليوم. أهلا وسهلا فيكي أستاذة. أهلا فيكم، مساء الخير. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. كيفك بداية؟ مشتاقة كثير والله. يعني بهالفترة بيكتر الضغط على الأهل وعلى الطلاب. صحيح. وبصير في حالة توتر بين الأهل وعلى الطلاب، يعني هيك بتلاقي بالبيت دائما الوضع متوتر، خصوصي إذا في شهادات، إذا في تاسع وبكالوريا. اليوم في استراتيجيات معينة نحن ممكن نتبعها مع أطفالنا؟ تمام أكيد. خلينا نبلش نفصل الفئات العمرية، إنه نبلش من الصغار بعدين للأكبر. هلأ إذا بدنا نحكي عن الصغار، حابة شوي أنا هيك أعمل حركة اليوم، إنه إذا حضرتكم ملتزمين بإنكم تطلعوا فيني، وأنا يلي بس شايفة الجنينة يلي الحلوة كتير يلي وراكم، هلأ بدي أشوف ردود فعلكم وقت أنا كيف بتكون تصرفاتي. يعني إذا أنا عملت هيك فجأة شو رح تعملوا أنتوا؟ رح تخافوا صح؟ إذا أنا هيك تفاجأت بضحكة فحضرتكم كمان رح يكون عندكم ردة فعل مختلفة. طفلنا لسه ما بيعرف نظامنا التعليمي أو ما بيعرف التعليم بشكل عام، هو فضولي لا يعرف كل شيء، بس ما بيعرف إنه في سيستم وفي امتحان وفي كل هدول، هو بيشوف الدنيا من خلالنا نحن. فالأم الهادئة يلي هي عم تحكي عن الامتحان بطريقة حلوة، إنه أنت بكرة بدك تروح وبدك تكتب وفي شغلات كتير أنت بتعرفها، يعني بتعطيه فكرة مسبقة مع أسارير منفرجة، فالطفل بحس حاله إنه هو رايح على نزهة. بس الأم المرعوبة يلي عم تتصل بإختها مثلا، شو مبارح إجا لابنك؟ شو صار معكم مبارح؟ شو ممكن إنه؟ فهذا الطفل حاسس حاله إنه داخل على معركة. لذلك هدوءنا نحن
وتعويد الطفل من الصغر انه الامتحان هو تقييم، انه نحن شو اشتغلنا بدنا نشوف هلا نحن التقييم، لانه الامتحان مو هو اختبار للمعلومه بس، هو اختبار لشخصيه الطفل، يعني هدوءه، قدرته على استرجاع المعلومه بشكل صحيح، قدرته على الالتزام بالقعده لوقت معين. فيعني بالحقيقه المعلومه بتاخذ اقل اهتمام من شخصيه الطفل. لذلك الاهل كثير لهم دور كبير بتهيئ الجو الهادئ لاعطاء مفهوم الامتحان للطفل. تماما استاذه، يعني من خلال حديث حضرتك اليوم قديش نحن هذا الجو او هي التهيئه للطفل بحاجه لوقت؟ يعني انا ببعض الاهالي او بعض الاسر توصل لشهر الامتحان وبنبدا نرعب الطفل او التلميذ بالمنزل، بنبدا نحسسه باهميه هذا الوقت، ولكن بالمقابل تكون في حاله من التسيب اذا بدنا نقول ما بعرف صح التعبير من بدايه السنه، موضوع الالتزام بالدرس، موضوع الالتزام بالوقت، تنظيم الوقت والى ما هنالك. انا كيف بدي احضر اليوم طفلي من بدايه العام الدراسي لهذا؟ هلا خلينا ناخذ الفئات العمريه الاكبر. هو الدراسه جزء من حياتنا وهي بدها تكون نظام حياه. يعني هلا نحن مثلا عطلنا عطله كثير طويله، اذا نحن ككبار نسال نفسنا هل الام بعد شهر رمضان قدرت تدخل على المطبخ بدون ما تحس حالها مسحوبه سحب؟ اكيد لا. هل بعد 9 ايام عطله راح الاب على عمله وهو كثير سعيد ومقبل؟ كمان يعني بجزم انه لا. فليش نحن متصورين انه الطفل لازم يقوم ونط ويروح على المدرسه؟ لا، هو كمان لانه عاش بحاله فوضى، غالبا بتكون العطله فوضى، فبده يروح مسحوب، والاصعب انه يكون ضهري رايح لتحضير لامتحان. فمعناتها نحن بدنا نكون شوي رايقين، سيستم البيت كلياته نحن انه نلتزم انه بالعمل وبالشغل ونرجع كلياتنا لعملنا، وشوي شوي انه نحكي عن الامتحان بفرح، يعني ما نخوف الطفل ونعوده على التنظيم. يعني وقت اللي الام دائما من اول السنه انه نحن هلا بدنا ندرس، والتخطيط الكتابي، البرنامج الكتابي، صدقا انا خلال كل مراحل عملي ما في سنه ما حطيت برنامج تاسع وبكالوريا، وكانوا كثير متداول لانه في خطوط عامه لتقسيم اليوم، لتقسيم المواد على طريقه علميه. فهي الشغله ما بتعود بتقدر بتقول له لابنك انه ما راح تلحق، لا، هو مقسم المنهاج عنده بشكل واضح وعلى اوراق، فهو رح يلحق يعني اذا التزم بالبرنامج. هذا الجدول اللي كنا نحطه من زمان، يعني أكيد. قبل فتره الامتحانات وببدايه السنه. اليوم اذا بدنا نحط جدول وخصوصي انه ما في وقت امتحانات البكالوريا، نحن شو المعايير المنطقيه اللي المفروض نحطها وننظم الجدول على اساسه؟ تماما. هلا في خطوط عامه لازم نلتزم فيها، انه المواد الحفظيه بدها تكون صباحا، لازم يكون في فترات استراحه، مو كل ما طلع الطالب من غرفته نقول له ارجع على غرفتك، لا، هو محتاج انه يغير. في ملاحظه كثير مهمه انه مرحله السكون والهدوء وعدم النشاط الدماغي بعد ساعتين دراسه بيكون هو تثبيت كيميائي للمعلومه للدماغ، ففعلا الطالب بعد ساعتين دراسه لازم يستكين لمدة ربع ساعة، هو ما نشغل دماغه بشي، لا تلفزيون لا موبايل لا شيء، ولازم يعرف انه هي المرحلة هي مرحلة تثبيت كيميائي للمعلومة بالدماغ. فاذا شفتي ابنك متسطح بالعكس انت دربي على هذا التسطيح يلي بيثبت المعلومة بدون ما يكون هو عم يعمل اي جهد، لانه هي فعلا عملية كيميائية دماغيا تثبيت المعلومات. فهي مثلا المعلومة كتير قلال اللي بيعرفوها، يعني فوت نلاقي الشاب أو الصبية يعني نايم وقت الدراسة من قيمة الدنيا. لا، هي ما بدها تصل لمرحلة نوم طويل، هي ربع ساعة بس. نحن وقت بدنا نغير شكل لأبنا بنقول له مثلا تعال تفرج على التي في، أو بيقول لنا أنه نحن بدي أخذ استراحة بس ألعب شوي أو أعمل شيء على الموبايل، رح يتشتت تفكيره. هي كتير سيئة، كتير سيئة، لأنه وقت شغل دماغه بنشاط تاني فقل تثبيت المعلومات. وكمان تغطية كل المواد وبالتساوي، يعني ما في مادة أهم من مادة. يعني أنا كنت كتير أزعل بالبكالوريا وقت اللي يضلوا يضغطوا رياضيات ويتركوا مثلا لنفرض الديانة، الديانة مرسبة. صحيح. يعني صحيح. هي ما داخلة بالمجموع بس مرسبة، مثلا يتركوا الفرنسي ويدرسوا العلوم بس هنا الاثنين عليهم نفس الدرجة. فكل المواد مهمة وكل المواد هي اللي بتوصلني للنجاح. تماما أستاذة، اليوم إذا بدي روح نحكي شوي
شوي عن موضوع الوقت. كنا دائما بعض الأشخاص أو نحن حتى يعني خلال تجاربنا الدراسية ندرس الصبح، ندرس المساء، ندرس بعد ما يناموا الأهل. كل واحد بيقول أنه أنا هذا الوقت بيناسبني لأخذ المعلومة الصحيحة أو لأقدر ثبت معلوماتي. اليوم كيف الطالب أو كيف أنا بدي قسم وقت الطالب؟ شو الفترة المناسبة للدراسة؟ هل هي الفترة الصباحية كما هو المعتاد بكير، أو شو السيستم يلي بنقدر نمشي عليه؟ يعني هو الفترة الصباحية يلي من وقت إشراقة الشمس للظهر هي الفترة المثالية، يعني اللي بيكون الجسم أخذ راحته بالليل بيكون كتير فعلا قادر لأنه يستوعب بدرجة كتير عالية، مع طبعا وجبات طعام كتير خفيفة لحتى ما يأخذ الدم كل يعني كل الدم يروح للمعدة ويترك الدماغ. هلأ المشكلة إذا كان البيت بالفترة الصباحية فيه كتير ضجة، فكتير من الطلاب بيلجأوا للدراسة المسائية، فهنا يعني لا حول لنا ولا قوة. إذا هو صباحا كتير بيته ضايج وبده يستنى ليروحوا أخواته وليفضل البيت، فهو مضطر يدرس بالفترة المسائية. بس أهم شيء هو تقسيم الأوقات والاستراحات ما بين الأوقات، هي كتير مهمة، والبعد عن المجتمع. يعني وقت اللي بيكون في رياضة مباريات كبيرة بيعملوا لهم مخيم، شو بيقصدوا بهالمخيم؟ بيفصلوهم عن المجتمع لحتى ما يكون هو متواصل مع أي مشاكل تانية. فطالب الشهادات فعلا لازم ينفصل لحتى ما يكون دماغه مشتت بأي مشاكل تانية. كل شيء ممكن يتأجل إلا الدراسة لأنه الامتحان له وقت محدد، فهو ما في مانع أنه يكون عامل لحاله درع يحمي حاله من أنه يحكي اجتماعيا لحتى ما يتنغص. يعني لأوضح الفكرة أكثر، حضرتك بتكوني عم تدرسي، بتقول لك رفيقتك هي متوترة ومزعوجة، بتنقل لك كل هالطاقة السلبية والتوتر، هي بتسكر التليفون بتكون فشت قلبها وارتاحت، وبتكون نقلت لك هالطاقة بتسكري التليفون وبتبطلي تدرسي. فأنا مو بطل حب رفقاتي، أنا رح ضل حبهم، بس الأفضل أني بطل أتواصل معهم بهي المرحلة. صح. هل يعني الفترة المسائية في كتير أشخاص مثل ما ذكر بشار أنه بتستوعب المعلومة بالفترة المسائية، هل هذا الشيء ممكن ما يساعدنا أنه نحن نحفظ الدروس، ما يساعدنا بالامتحان؟ هل هذا التكنيك خطأ أو صح؟ الأوقات يعني هي يفضل صباحاً، بس كمان مثل ما حكينا في فروقات فردية. يعني في أشخاص لا بتركز بالليل، هي لا ينصح لأنه فعلاً طاقات الدماغ صباحاً بتكون غير عن مساءً، حتى ولو نمنا كل النهار يعني صعب أنه نقله بالليل نهار نهار ليل. بس إذا طالب هو هيك متعود فأنا بقول أنه يصفل، هو يركز أموره والحساب عن النتيجة، يعني المهم يكون هو عم يأخذ نتيجة، المهم يدرس المهم يدرس صحيح. أكيد المهم يكون عارفان إنه الدراسة هي السلم يلي بدها تفتح بدها ترفعه ليصل لمستقبله. يعني أنا بدي بطل أقول إنه الشهادة هي هدفي، الشهادة هي وسيلتي لأبدأ مستقبلي، وهي القناعة اللي لازم تترسخ عن أولادنا. يعني أنا ما بدي أدرس لأنه ماما قالت لي قوم ادرس، وبعدين لاحظ إنه تكرار قوم ادرس قوم ادرس قوم ادرس بيصير في عنده خلص تعودت إدنه وما بيعود عنده ردة فعل، يعني خلص إنه ما عاد إلا أثر الكلمة. بعدين بتضطر تعيط، فبيحس إنه هي الدراسة هي العائق بينه وبين علاقته بأهله. وخصوصي ممكن يكون في موضوع إنه مثلاً رفيقتك عم تدرس، رفيقك عم يدرس، هذا التحفيز خاطر، وموضوع المفارقات والمقارنات إنه قديش ممكن كمان يسبب ضغط عليه ويخليه ما عم يدرس. فعلا كتير بسبب ضغط. يعني المقارنة بكل حياتنا ما أنا إيجابية، إلا وقت اللي بتكون المقارنة نابعة من هي الشخص ليصير عنده طموح ليحسن من نفسه. بس إذا أنا بدي أقول له ما نوع من التحفيزات، يعني برجع لعبارة أنا كتير بحب الإنسان بينافس نفسه، يعني دائما أنا خليله هدفه أنه هو يطور من نفسه ليصل لمراكز أعلى، بس ما قارن بينه وبين غيره. صحيح. أستاذة اليوم في بعض الطلاب إذا بدنا نقول بيعتمدوا على موضوع التلقي المعلومة مباشرة من الأستاذ وبالتالي أو معلم بالصف، وبالتالي ما بيعتمدوا كتير على الدراسة بالبيت، هي مراجعة على أكثر والأقل، وتأييد الأهل لهي الفكرة ممكن بتعزز الموضوع بأنه أنت خلاص عم يأخذ المعلومة من الأستاذ، فهو موضوع مراجعة على أكثر والأقل، ما بيكون في
تدقيق أو متابعة دائمة بموضوع أو فترة الامتحان، قديش هذا الشيء صحيح وشو دور الأهل هون بهذا الموضوع؟ تمام. هلا أول شيء هو صحيح بالسنين المبكرة، بس بعدين وقت بيكبر المنهاج لا، في ذاكرة قصيرة الأمد وفي ذاكرة بعيدة الأمد. قصيرة الأمد هو أخذ المعلومة فهمها، في فرق بين وقت يفهمها وتكون قادر على أنه يرجع يسترجعها ويكتبها على ورقة. فبالدراسة لا، هو فهم الفكرة بده يرجع البيت بده يثبتها، يعني بدون تثبيت أبدا ما بيمشي الحال. يعني هم حالة تأييد الأهل غلط بهذا الموضوع. هلا الاهل بيكون نوع من الفخر انه والله انا ابني بيسمع المعلومه هيك مره من الاستاذ بيكون حفظها. هلا الحفظ البعيد الامد اللي بده يقدم فيها امتحان بعد شهرين لا ما بتزبط هي، بس ممكن انه يكون هو مثلا فهم قاعده للفيزياء لحل مسائل، صارت عنده اساس لحل المسائل، بيرجع بيتدرب على حل المسائل. لاحظ انه في شغله نحن ما بننتبه لها، الكتابه هي عباره عن عضلات، والوقت بيكون الاختبار في عنده وقت محدد بالنسبة للرياضيات والفيزياء، معناتها لازم تكون ايده معودة انه تكتب بسرعة ليقدر يحدد الوقت. فالتدريب على الحل والصفحات عشرات الصفحات يلي بيحل فيها تمارين هي بتوصله لانه يكتب على الفحص بسرعة مناسبة لزمن الفحص. معناتها في تدريبات كتابية ما بيمشي الحال انه ابني فتح وعم يحفظ من اول مرة، يعني في شيء اسمه تثبيت وتكرار وتدريب. تماما، كل الشكر لك استاذه على هاي المعلومات اللي فتينا فيها لليوم. اكيد بدنا نتمنى التوفيق للطلاب جميعا بكل المراحل الدراسيه، وخاصه انه الفتره القادمه هي فتره امتحانات وتحصيل دراسي للجميع. كل الشكر لك، شرفتينا اليوم. شكرا كثير لك. العفو، شكرا. مكفيين معكم مشاهدينا، ورح نروح من اجواء الدراسه لاجواء العمل. انزلنا وسالنا الناس بالشارع عن اذا كان تقييم مديرهم لهم بشكل سلبي شو ممكن يتصرفوا. تعددت الاجابات، بنسمعها سوا. إذا نقدك مديرك بالشغل وقال لك أدائك ضعيف شو بتتصرف؟ بحاول فتش على نقطة ضعفي واتخذ بقراره وتفاداها. يعني بحاول طور من حالي بعملي أنا كشخص، يعني بترك الشغل وبروح. شوف ما بقدر أتصرف غير هيك، يعني بدي وصل وجهة نظري و... يعني هيك على أساس أنه يا بقنع يا بيقنعني. هو هي الفكرة، وأنا بدي أدور على نقطة ضعفي. الشيء الملاحظ هو تجاهي طبعا، هون بدي أخذ سلاح حوار المناقشة بيني وبينه، نعرف شو هو الشيء اللي هو الملاحظ عليه، شو نقطة الضعف اللي عندي، تحاول حسن فيها. إذا نقدني وكان على حق، إذا ما كان على حق لا ما بسمع كلمته، بس بحب إني يكون للأفضل يعني بوشه وبوش أي حدا. إذا في عنده فكرة وجهة نظر يا بصلحها، إذا طلع هو غلطان وأنا معي حق ف بتركه بروح بكل بساطة. لما حيحكي لي شو هو النقد يعني حعرف أنا وين أغلاطي وين أخطائي، رح أحاول أطور فيهم كرمال يكون شخص ناجح. يعني النقد هو بالعكس شيء إيجابي كتير. عادي بعده بروح رياضية حسب، إذا أنا مقتنعة أني صلح بصلح، مو مقتنعة لا. يعني بحسن أدائي لأنه بيكون فعلا أنا بكون أدائي مقصر، لأنه النقد بحد ذاته بيحسن من سلوك الفرد وهذا شيء طبيعي. يعني الواحد إذا ما تعرض لنقد وظل ماشي بنفس الطريق ما رح يكون عنده تحسين للسلوك. إيه بتقبل بتقبل عادي. في معكم مشاهدينا بفقراتنا المنوعة، أما هلأ فرح نروح مع زميلتنا صبا لمجموعة من الأخبار المحلية وعناوين الصحف لنشوف شو مخبرت لنا أخبار وعناوين. أهلا وسهلا صبا. كيفك بشار؟ كيفك شام اليوم؟ الحمد لله بخير، أنت كيفك؟ رواء. عنا اليوم حيكون جولة على أهم صحفنا المحلية لنشوف آخر الأخبار والعناوين. عنا شيء أخبار هيك مميزة اليوم؟
أكيد ما حأعطيك ولا سكوب، بس هلأ حنشوف الأخبار لليوم اللي حتبدأ من وكالة سانا للأنباء يلي عنوانات الأمانة السورية للتنمية تطلق مبادرة حراسة الأراضي في ناحية الفخورة باللاذقية. مفاد الخبر هو إطلاق الأمانة السورية للتنمية مبادرة حراسة الأراضي بناحية الفخورة يلي تضررت من الحرائق اللي صارت بسنة 2020 طبعا باللاذقية، وبمشاركة مخاتير البلديات والجمعيات الفلاحية والمجتمع المحلي، انطلاقا من منهجية الخطة التنموية واعتماد هالناحية كنموذج عمل لتطبيقها. الأمانة ذكرت ببيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هالمبادرة هي خطوة بطريق إطلاق الخطة التنموية الشاملة لناحية الفخورة باللاذقية طبعا، وبإطار الاستجابة الأولية للحرائق ومجابهة التحديات يلي فرضتها بدءا من إحصاء الأضرار والخسائر، مرورا أيضا بإشراك المزارعين والفلاحين من خلال خبرتهم الشخصية لكيفية التعويض واستثمار هالخبرات وصولا لخطوات ملموسة على الأرض لتنمية المجتمعات وإعادتها حية قوية. طبعا هي البداية بالنسبة للجانب المحلي. لننتقل لصحيفة البعث يلي عنونت قريبا إطلاق تجاري للإنترنت اللاسلكي بسبع مناطق كمرحلة أولى. مفاد هالخبر لا تزال خدمة الإنترنت اللاسلكي فيكس ITE بانتظار الإطلاق التجاري وإتاحتها لسكان المناطق المستهدفة بعد إعلان الشركة السورية للاتصالات عن استكمال تركيب الأجهزة الخاصة بهالخدمة ونجاح توصيل الإنترنت عبرها لمراكز معينة. طبعا مدير الإدارة التجارية بالسورية للاتصالات أيهم دلول أكد أنه تم تركيب الأجهزة الأولى الخاصة بخدمة الإنترنت اللاسلكي لتستهدف سبع مناطق بأول مرحلة، لافتا لأنه الشركة تستعد للإطلاق التجاري للخدمة بوقت قريب بعد ما توصل باقي الأجهزة لتأمين توصيل الخدمة للمنازل. طبعا بالنسبة لخبرنا الثالث يلي هو حيكون من صحيفة الوطن السورية، حنروح لمجال آخر ونحكي عن الثقافة والعنوان مدن خلدها التاريخ تنتمي إلى وطن واحد. مفاد الخبر هو صدور كتاب عن وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان مدن خلدها التاريخ. غاية هالكتاب واللي هو من تأليف الدكتور هشام سعيد الحلاق والمكون من 272 صفحة من القطع الكبير، تقديم حقائق وأسرار وقصص شائقة وأحيانا نادرة عن ثلاثة من المدن هن دمشق القدس وقرطاج. هالمدن طبعا يلي خلدها التاريخ على مر عصوره وأحداثه تنتمي لوطن واحد وتتشارك أيضا بخصال متفردة لا نجد لها مثيلا بين المدن الأخرى بالعالم بالمكانة بالتاريخ اللغة والثقافة العادات والتقاليد وأيضا الأهمية الاستراتيجية لموقع كل منها واللي جعلها محط الأنظار ودفعها لتؤدي أدوار تاريخية وحضارية ذات شأن بالتاريخ الإنساني. يعطيك ألف عافية صبا، يعني أخبار مميزة، واللي لفت نظري أكثر شيء هو موضوع خبر الإنترنت اللاسلكي. يعني اليوم بتخيل نحن صرنا بحاجة لهي التقنية أو هي التطور بموضوع وصول الإنترنت للمنازل. إن شاء الله يعني تكون الخدمة متاحة للجميع قريبا. أكيد كنا بنتمنى، يعني الإنترنت اليوم صار فعلا عصب حياتنا وما بنقدر إنه غير دايما الواي فاي أو الفورجي يعني، وإن شاء الله كمان قريبا نشوف الفايفجي. صار عندي هيك رغبة نقرأ الكتاب يعني على مدن خلدها التاريخ. صحيح. يعني قديش هيك من حكيك ومن العنوان يعني هيك بتحسي انه لازم نقرا ولازم نعرف اكثر عن مدينه أكيد دمشق. يعني ممكن كثير تلاقي القدس وقرطاج ايضا طبعا، ممكن تلاقي حدوته عن الشام يلي عايشين فيها ونحن ما بنعرفها. صحيح. فهو شيء مهم تاريخي وارتباطها يمكن كمان حتى سبب موضوع المدن يلي ذكرناها القدس وقرطاج، ويمكن بتلاقي ممكن نقاط مشتركه بين هي المدن عبر التاريخ وصولا ايضا ليومنا. كل الشكر لك، واكيد لنا لقاء باخبار قادمه وعناوين اخرى. شكرا كثير لك. يعطيك العافيه. عافية قلبكم. كفي معكم مشاهدينا عبر شاشه العالم سوريا وبرنامج دامسكو. فريق سماعة حكيم يلي قدر يجمع جميع الأطباء وبمختلف الاختصاصات كانت جائحة كورونا بداية لإله لا يتقرب من الناس ويكون معهم بكل مكان وبكل بقعة جغرافية بسوريا ليقدر يفيدهم وأيضا يقدم لهم المعلومات الطبية بشكل عام. يا شباب اليوم رح نحكي يا بشار عن تجربة بالعمل التطوعي استمرت وتطورت خلال السنوات الماضية وكان لها حصة بالسوشيال ميديا لتكون الخدمة بمتناول الجميع. اليوم
اليوم معنا بالاستوديو الدكتور رأفت بحصاص، مسؤول موقع سماعات حكيم. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور لليوم، يعطيكم ألف عافية بداية. الله يعطيك يا رب. خلينا نبدأ حديثنا بقديش اليوم صار عمر فريق سماعات حكيم، الأطباء، الفريق بشكل عام، تعطينا لمحة عنه. هلق عمر فريق سماعات حكيم، فريق سماعات حكيم تأسس بمبادرة من الدكتور حسين النجار طبيب أذنية عام 2017. نحن بشهر 9 إن شاء الله منطبق الخمس سنوات. فريق سماعات حكيم هو فريق متنوع بيضم جميع الاختصاصات. نحن على مستوى تطبيق سماعات حكيم التابع للفريق عندنا 150 طبيب بيقدموا استشارات مجانية على مدار الساعة. في فريق برمجي، في فريق تصميم، في فريق لكتابة البوستات الطبية على الصفحة. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. بدنا نوجه تحيه لكل الكادر بالفريق. الله يسلمك. يعطيكم الف عافيه. تماما. اليوم مرق النص الاول من السنه تقريبا، يعني لسه باقي عن شهر. اهم النشاطات اللي قدمتوها خلال هي السنه شو هي؟ لك نحن صراحه خلال النص الاول من هي السنه كان عندنا مبادرتين. المبادرة الأولى هي دعم تطبيق ساينكون. تطبيق ساينكون بيعمل على تقديم الاستشارات الطبية لمرضى مجتمع الصم. هلأ نحن مثل ما بنعرف مريض الصم لما بيروح لعند الطبيب رح يكون في مشكلة بالتواصل ومشكلة بإيصال المشكلة المرضية. اللي قدموا هذا التطبيق هو فيديو ثلاثي بيكون موجود للطبيب وبيكون موجود خبير لغة الإشارة والمريض، وبالتالي بصير التواصل بين الطبيب والمريض بشكل أسهل ووصول للمشكلة والوصول للحل بالتالي. المبادرة الثانية اللي قدرنا نعملها خلال النصف الأول هي كمان عبارة عن مبادرة لتعليم لغة الصم ولغة الإشارة. طبعا هاي المبادرة شارك فيها 100 متطوع ونحن رح نرجع نعملها لأنه بناء على طلب العديد. نحن أيضا عم نسعى لدمج مجتمع الصم بالمجتمع ليكونوا فاعلين أكثر، ليكون ما عندهم أي معوقات لا تمنعهم من المشاركة بالمجتمع بشكل فاعل. دكتور، يعني أنا لفت نظري موضوع التركيز على الصم بالمجتمع، في سبب لهذا التركيز؟ هلق نحن صراحة رح يكون حتى مستقبلا تركيز على جميع الفئات. نحن بلشنا بمجتمع الصم لدمجه بالمجتمع ورح يكون مستقبلا في دمج جميع الفئات مشان تشارك ببناء المجتمع بشكل أفضل. أكيد. تماما إن شاء الله. خلينا شوي نروح لموضوع الأخطاء. يعني جائحة كورونا مثل ما شفنا كشفت كثير من المفاهيم الخاطئة، بعض الأخطاء اللي قدرنا نتداركها، ولكن ببعض الأوقات داهمنا الوقت مثل ما بيقول، ولكن قدرنا نتداركها. اليوم أخطاء قدرتوا تتداركوها أيضا ضمن الفريق، كشفت جائحة كورونا والعمل الطبي بهي الفترة كيف كان؟ لق صراحة يعني نحن خطأ كخطأ هيك يعني لا، كانت الأمور مقبولة يعني هلق، وخاصة خلال جائحة كورونا. هلق نحن صراحة تعرضنا لقليل من الأخطاء خلتنا نسعى لمزيد من الشفافية. هلق أول شغلة مثلا مشان الوفيات وقت جائحة كورونا تماما، يعني احنا ما كنا يعني نكون هيك مثل ما بقول شفافين بالحديث، ما كنا متعرضين لموضوع الجائحات أو طريقة التعامل مع الجائحات نوعا ما. فقديش هذا كان كمان أيضا بموضوع الكادر الطبي كان عائق أو كان في بعض الأخطاء؟ هلق والله نحن صراحة كان في شوية عوائق، ولكن نحن الشيء اللي خلانا أو سمح لنا هو ظهور الدكتور نبوغ العوا وقتها ببث مباشر لتوضيح كل جديد حول كورونا. تمام. فلق نحن كجائحة كورونا كأخطاء حول جائحة كورونا لا، كان الأمور عنا تمام الحمد لله. كأخطاء بقول لك كأخطاء بسيطة يمكن مرة ما أخطاء طبية، إنما هي أخطاء إدارية إذا بدنا نقول. يعني مثلا مرة أعلننا وفاة قام طلعت موضوع مقلب ما مقلب، فنحن حتى أسا حاليا إذا ما نزلت نعوي رسمي أو كان في جهة رسمية عم تنعي هالشخص ما مننزل. تمام. هي وقتها هي صارت وقت جائحة كورونا. تمام. اليوم كان في تنوع عم نشوف وتخصص بين المجال الطبي والمجال الإعلامي، حكينا عن هذا التنوع وكيف قدرته اليوم يكون موجود. هلق نحن صراحة من ناحية التنوع نحن عنا فريق طبي لكتابة البوستات، فريق كبير وبيضم عدد كبير من الأطباء بالمحافظات، مسؤولي عنه دكتورة زينب شحادي وهي اللي مسؤولي عن تنزيل عن الصفحة. أيضا نحن عنا فريق تطبيق سماعات حكيم بضم أكثر من 150 طبيب اختصاصي قام بتقديم 45 ألف استشارة مجانية من وقت انطلاقه لأسا. التطبيق عليه أكثر من 30 ألف تحميل
وبالتالي احنا ايضا في عندنا فريق برمجي، في عندنا فريق تصميم، وحاليا عم ننسق لفريق اعلامي يكون خاص بتغطيه المؤتمرات والاحداث الطبيه. يعني قديش مهم هذا الشيء، اختاروا التكنولوجيا اليوم لحتى تكون يعني والسوشيال ميديا تحديدا لحتى تكون بمتناول الجميع ويقدر الناس يوصلوا لك، كونه نحن هلا كل شيء صار على السوشيال ميديا. زمن النت والسوشيال ميديا. تماما. دكتور رح نروح كمان لموضوع الويب سايت يلي اطلقتوه ايضا بما يخص سماعة حكيم، تخبرنا اكثر عنه، شو الخيارات الموجوده فيه، شو السبب اليوم لانه نحن وصلنا لمكان انه نحن نطلق ويب سايت كامل، والفتره الماضيه كانت عم تعتمد على التطبيقات مثل ما ذكرت. هلق موقع صراحه موقع سماعة حكيم نحن تم انشاؤه لتجاوز المشاكل وسائل التواصل الاجتماعي. هلق وسائل التواصل الاجتماعي اول شغله بتتعرض كل فتره وفتره لتقييد تفاعل، اذا حتى اذا بتقدر تنزل عمليه راح تكون محتوى غير لائق، راح يتم هاي القصه. ونحن واجهتنا مره مشكله بتشوه عن الطفل انه محتوى غير لائق او كذا، رغم انها كانت الحاله مميزه. فنحن من وقتها تم إنشاء هذا الموقع والعمل عليه. طبعا الموقع بيحوي مقالات متنوعة ماسي الحياة من جميع النواحي، سواء صحة نفسية، سواء اضطرابات النطق، سواء المجالات الطبية كلها. أيضا نحن يعني البوست على الفيس لازم يكون له معايير محددة ليس يجيب تفاعل، فهلق هو بيجيب تفاعل خلال فترة بعد فترة رح يصعب على الوصول للمستخدم. أما الموقع فهو موجود دائما هذا المقال، وموجود أي مكان يقدر يستفيد منه. يعني الشيء المميز اللي ذكرته حضرتك موضوع محتوى الويب سايت اليوم ما عم نعتمد على أو ما عم نتوجه لقطاع معين طبيا، إنما في عنا صحة نفسية، في عنا اضطرابات نطق، مجالات غيرها. أكيد. طب خبرنا أكثر عن ميزات الموقع، الخدمات اللي عم يقدمها، كيف الأشخاص اليوم بيقدروا يفوتوا على الموقع والخدمة اللي بدهم إياها أن يقدروا يتواصلوا معكم فيها؟ هلق نحن أبرز خدمة صراحة قدمناها للأطباء على مستوى سوريا جميعا هي قدرة على نشر العمليات النوعية بطريقة هني كمان يقدروا يتجاوزوا تقييد التفاعل عن طريق الفيس أو عن هاي المشكلة، وكمان وجود لهم اسم، بس مثلا يبحث عن جوجل أو كذا يطلع اسم الطبيب فورا، تطلع عملياته النوعية تطلع. فهي صراحة فرصة للأطباء نحن قدمناها، وبيقدمها هاي الموقع نوعا عن جميع المواقع الطبية. يعني احنا مش بس اختصينا بالمقالات، بالعكس نحن ساعدنا بنشر العمليات النوعية اللي عم تتم على أراضي سوريا جميعا. هذه خدمة مميزة. نحن كنا قبل إذا بدنا ننزل عملية نوعية نضطر إما ننزل صور بالتعليقات أو إما يتم الإبلاغ عن المحتوى لأنه محتوى غير لائق أو صور عنيفة أو يعني يوم في بالموقع لكل دكتور العمليات اللي عاملها عندكم، كل الصور موجودة، كل العملية من بدايتها لآخرها موجودة، وفي أي حدا اليوم أي مواطن عادي يطلع عليها. يطلع عليها. تمام. يعني أيضا نحن صراحة وهذه الميزة عم نشتغل عليها لقدام شوي، هي القدرة على نشر رسائل الماجستير والدكتوراه نحطهم على الموقع لتضلها محفوظة. نحن بنشوف على الفيس عم تنزل بس صورة الطبيب أنه قدم مباركة، نحن لا، بدنا نحط على الموقع الرسالة كاملة محتوياتها لتكون سهلة الوصول إلى إذا حدا حابب يستفيد منها، وبنفس الوقت لتكون مثبتي باسم الطبيب وإنه بده بتكون موجودة. يعطيكم ألف عافية. لا الله يعافيك. بدي روحك لسؤالنا الأخير ودهمنا الوقت كثير مستمتعين نتعرف أكثر على المشروع، بدي روح للمشاريع القادمة اليوم أيضا، موضوع التطوع والانضمام لفريق سماعة حكيم، كيف الآلية وشو بيتم؟ لا خليني قبل أحكي عن المشاريع المستقبلية. المشاريع المستقبلية شاركت سماعة حكيم بمسابقة عملها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، هي التحول الرقمي، رواد التحول الرقمي، ومن أصل 200 مشروع تم اختيار مشروع سماعة حكيم، وتم اختيار 20 صراحة مشروع. احنا بنتمنى أن نكون من الثلاثة الأوائل، راح يتم إعلان النتائج قريبا جدا. المشروع هو لإيصال التبرعات بشفافية ونزاهة وبعيدا عن التدخل البشري، تكون بين المتبرع والمتبرع له. هلق بالنسبة للتطوع، نحن سماعة حكيم صارت مؤسسة رسمية وتوجهنا لترخيصها وأخذت الموافقات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والموافقات الأمنية. مستقبلا رح يكون في طريقة أفضل للتطوع، طريقة أفضل لتنظيم المتطوعين ولتدريب المتطوعين وإعطائهم ميزات يقدروا يستفيدوا منها خارج حتى السماعة. يعطيكم ألف عافية. الله يعطيك يا رب. كل التوفيق لكم، ودائما يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة جهودكم كانت واضحة على أرض الواقع، ودائما العمل على أرض الواقع ما بيخفي حاله، ما بيخفي جهود اللي بتبذل لإنجازه وعطائه. شكرا كثير لك دكتور، يعطيك ألف عافية. أهلين. الله يعطيكم العافية. شكرا.
أما هلا مشاهدينا فرح نروح معكم بالختام لنتعرف على طريقة إعداد مشروب محبب للجميع بنبدأ نهارنا فيه. كل شخص يمكن فينا بيعطيه هيك من نفسه ومن مزاجه ليقدر ياخذ هذا المشروب بطريقة يلي بحبها. عن القهوة عم نحكي اليوم، طريقة إعدادها وتفاصيل كثيرة رح نتابعها بالتقرير للزميلة ميسون، خلينا نتابع سوا. كل شعب فيه له طريقة تحضير للقهوة، بنقله بورصة لحاله، أكثر من 12 أو 13 فنجان مثلا بالنهار، بجوز يصير تسمم كافيين. مع إنه النهار بيبدأ مع طلعة الشمس، لكن كتار مننا ما بيبدأ نهارهم إلا بفنجان القهوة. هالفنجان رفيق كل الصباحات والأوقات، وكيف ما كان مزاجك بيتعدل برشفة قهوة. للقهوة سحر مميز بطريقة تحضيرها، من لحظة انتقاء الحبة ولونها أسمر أو أشقر لمرحلة طحنة وتتبيلة لتوصلنا بأطيب نكهة وألذ مذاق. القهوة كلها منشأة واحد، أول اكتشفوها هن العرب باليمن. هلأ في خلاف إنه باليمن بالحبشة، يعني ما كل الناس بيقولوا وجهة نظر. القهوة التركية أو قهوة إيطالية أو قهوة عربية كلها بتختلف بس بدرجة التحمير والنعومة تبعها وطريقة تحضيرها. تنغلى وتتصفى طبعاً، في طريقة العربية معروفة غير طريقة، يعني المهم أنه كل شعب فيه له طريقة تحضير للقهوة. القهوة مزاج وأذواق، يلي بحبها سادة ويلي بحبها بسكر، وفي ناس بحبوها منكهة بحبات الهال. بتشربي قهوة الصبح؟ اي والله بشرب. شيء مفروغ منه والله. والله انا بشرب المساء. هلا انا عندي بالنسبة انا كل وقت. اي بكل الاوقات تقريبا، اي وحتى قبل ما انام ايام بشرب وبنام. الصبح قهوة وبعدين شو ما بعمل بعمل البيت وهيك، اي انا بالليل بتكسر معي. بتنيمني؟ لا انا ايام بتعمل معي عكسي. والله انا مو شرط ما بشرب قهوة. ابدا. نهائيا. كم فنجان بتشربي بالنهار؟ قولي كم دولة قهوة بشرب بالنهار؟ بشربي 3 فناجين الصبح. بيجي على المحل فنجانين كمان دغري. هي لحالها هي براني، ضرب براني. 3 فناجين يعني؟ هلا على حسب وين بكون موجودة، بس على الأغلب 2 أو 3. وإذا حدا عزمني برا ما بقول له لا. بس فنجان واحد، ما بشرب أكثر من فنجان واحد. هيلة قليل أو بلا هيل. هي اسمها طعمة القهوة طبعاً بلا سكر، هي اسمها القهوة. في قهوة عن قهوة بتختلف يعني في أنواع بن أبداً مو طيبة. في نوعية بتكون ظريفة وفي نوعية لا. الهيل خفيف على الريحة. رحت عند بياع البن، أعطيني نص كيلو قهوة، أكتر لنا الهيلات. روحتي طعمتها، روحتي طعمتها. أنت عم تشربي هيل، ما عم تشربي قهوة. تشربي قهوة عربية يلي بيقولوا لها القهوة المرة؟ قهوة المرة ايه كتير طيبة. في حدا ما بيحبها؟ مو ما بحبها، بلا بحبها بس انه مو دائما. أصالة، عم تحكي الأصالة، أنت أساس القهوة الأرابيكا، هي في نوع من البن اسمه الأرابيكا. يعني بحسها هي أساس القهوة، يعني هي هيك القهوة لازم تكون. أنت عربية والعربي ما في أطيب منه. درجة تحميص حبة البن بتأثر بالنكهة، يعني بين إنه تكون القهوة لطيفة وناعمة طعمتها، بين تكون قاسية تقيلة، كل واحد له رغبته. بمنطقتنا بيضيفوا للهيل، جوز الطيب أحيانا، مسكة، مسكة دراس طبعا. القهوة العربية المرة إلى طريقة تحضير خاصة، تختلف أحيانا بين شبه الجزيرة العربية وبين منطقتنا بالشام والأردن وفلسطين وبالعراق. نحن عنا منحمصها لونها بيجي وسط إلى فاتح، بتنغلى كتير وبنضاف لها يعني حبات الهيل بشكل مناسب. يعني هي اسم القهوة العربية تبعنا. مع اختلاف الآراء والأذواق، لكن الكل بيجتمعوا على أنه فنجان القهوة هو العشق يلي ما بينتهي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هالتقرير المميز واللي شهانا القهوة يعني بعد هالحلقة. صحيح، يعني اليوم وقت تشوفي القهوة وكيف عم تتحضر وشو الطرق اللي بتنعمل وبس تنغلى كل التفاصيل. هلا بعد الحلقة خلص معناها. أكيد، بس لهون هلا حنكون خلصنا حلقتنا معكم، على أمل يا رب إنه نلاقيكم بكرة بنفس التوقيت. انتظرونا أكيد وتبقوا بألف خير.
واكيد مشاهدينا لا تنسونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقاتكم واقتراحاتكم كل شيء حابين نتداوله ضمن برنامج دامسكو انستغرام فيسبوك ويوتيوب بالاضافه للويب سايت الخاص بقناه العالم سوريا. لقنا بجدد معكم بكره ان شاء الله، من هلا لوقتها تبقوا بألف خير.